السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم إن شاء الله نتكلم كده على بعض النباتات الصبارات والعصريات والتطعيم فيهم. شيء جميل وجديد وحلو، ممكن إحنا نسلي نفسنا بيه وإحنا قاعدين في البيت. الغرض من التطعيم ده إن أنت بتلزق الجزء النباتي على الجزء النباتي الآخر. يعني ممكن أحط مثلا زي ما أنتم شايفين كده ماميلاريا على التين الشوكي او الصبارات العادية، عادي، فكرة بسيطة ورقيقة وجميلة. جرب، انا عايزكم تجربوا. في ناس كتيرة بتقعد تقول لي بالنسبة للتطعيم ينفع مثلا نحط البرقوق على المشمش، ينفع نحط العنب على الجوافة. ارجع واقول لك ان انا عملت في القناة 3 حلقات، حلقة يعني ايه مفهوم التطعيم وايه الميزة والعيب فيه، وعملت حلقة عن تطعيم المانجا، وعملت حلقة عن تطعيم الموالح او الليمون. فالنهاردة بنتكلم على تطعيم ايه؟ النباتات الصبارات والعصريات. اتفرجوا كده عليها واستمتع وشوف الفن الجميل اللي بيتم. ادي النباتات جميلة وحلوة. طبعا انت عادي لما تشيل الشوك بتنطف الشوك عشان ما يأذيش ايدك ولا ايد الاطفال اللي موجودين. بالنسبة للماميلاريا الشوك بتاعها مش قاسي. بتعمل ايه؟ اهم حاجة ان انت بتعمل فتحة او تطهير للجزء النباتي، وبعد كده ده الاصل اللي هو مثلا نقول التين الشوكي، مفيش مشكلة طعم عليه نباتات زينة، او اي صبار شبيه التين الشوكي وانواعه منه كتيرة جدا جدا، وتعمل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وتجيب الكاكتوس او النباتات العصرية الاخرى وتعمل اللي انتوا شايفينه في الحلقة بكل بساطة وبكل يسر. وتعمل ايه؟ منتخل بقى الجزء اللحمي في الجزء اللحمي الاخر. ليه؟ اهم حاجة سرعة الانجاز، عشان لو حصل جفاف للسطح مادة الخلية، هو الغرض منه ان الخلايا تتطابق مع الخلايا الاخرى في مكان التطعيم ويتقفل كويس ويتلزق كويس، عشان يحصل سريان العصارة النباتية من والى، من الاصل للطعم. طب نسيبه قد ايه؟ على الاقل 45 يوم، بعد كده تشيل بالراحة اللزق اللي تم. واهم حاجة كمان ان النباتات دي ما تتحطش في مكان مشمس ولا مكان فيه حر او تيارات هوائية. ليه؟ ان دي جرح، فلازم اراعي النبات. طيب ينفع ارشه بمبيدات فطرية؟ والله لا يحبس بالنسبة للنباتات العصرية، بس في حاجة هي بتبقى مؤذية شوية، ان بيبقى الشكل العام في الاخر طبعا نتيجة الجروح اللي تمت على النبات بيبقى شكلها مشوه شوية، لكن فكر وناس بتحبه وناس بتحب تجربه. فانا عشان كده بقى نشدكم، اللي عايز من النباتات دي يكتر منها يكتر. عندك طرق التطعيم، عندك في القناة حلقات كتيرة جدا جدا عن النباتات العصرية زي الاجاف وزي نباتات كتيرة موجودة في القناة. اتفرجوا، فياريت تتفرجوا على حلقات القناة وتعرفوا. واي سؤال احنا معاكم، التسميد عادي، الرعاية عادي، الري عادي، ما يكتروش الري في فصل الشتاء ويكون الري منتظم في فصل الصيف، والتسميد مرة كل 3-4 شهور للنباتات الصبارات والعصريات.